والسادة وكل من بينهما، أهلا وسهلا بكم. إذن الآن نحن نستمع إلى جلسة النساء الفلسطينيات وأصوات النساء الفلسطينيات من تنظيم فامينا وأويد. اليوم سوف نستمع إلى أصوات المناضلات من فلسطين والنسويات. وقبل ذلك نود أن نعبر عن تضامننا ودعمنا للنساء في إيران وللنساء في أي مكان من حول العالم. ونحن وأن النضال النسوي في أي مكان في العالم لابد أن يستمر، ونعترف أيضا بشجاعة النساء الشابات والمدافعات عن حقوق الإنسان والنسويات اللواتي يضحين بأرواحهن من أجل حرية المرأة وحقوق الإنسان في إيران وحول العالم. إذا أود أن أرحب في هذه الجلسة بالمتحدثات الرائعات. أولاً رشا سانسور، ولديها إجازة ماجستير في المواصلات والتطوير من جامعة أوهايو، ولديها أيضاً خلفية في علم الاجتماع، كما لديها خبرة في التواصل وحشد الموارد. وعملها يتضمن أيضاً العمل على اللغة لكي تصبح أكثر دقيقة، وكما تستعمل كفاءتها لكي تؤثر على التغيير الاجتماعي في فلسطين وتعمل على تحويل السرديات السلبية في فلسطين، كما أنها انضمت مؤخرا إلى Visualizing Palestine كخبيرة تواصل. لدينا أيضا معنا اليوم شيرين أبو فنونة، وهي مدافعة عن حقوق الإنسان وخبيرة دولية في العدالة ودولة القانون، تعمل في ومع بلدان مختلفة منها فلسطين وإيران وتونس ومالي، وهي اليوم متواجدة في السودان، وهي ابنة شادة عودة، وهي خبيرة الصحة والناشطة الفلسطينية التي أمضت سنة في السجون الإسرائيلية. كما لدينا أيضا سحر فرانسيس، وهي محامية فلسطينية ولديها أكثر من 25 سنة خبرة في القانون حقوق الإنسان وقانون الجنائي العالمي، وهي أيضا مديرة ضمير سابورت أو المديرة العامة لمؤسسة الضمير لرعاية الأسير ولحقوق الإنسان، وهي تدافع عن حقوق الطفل في فلسطين، وهي متخصصة بحقوق المعتقلين والمحتجزين بما في ذلك الأطفال والمرأة. لدينا معنا اليوم أيضا رفح أنبتاوي، وهي لديها جائزة في العلوم الاجتماعية من الجامعة العبرانية وماجستير من جامعة حيفا، وهي تعمل منذ العام 2013 على قضايا المرأة والقضايا الاجتماعية. وأنا معكم اليوم نزيهة السعيد، وأنا صحفية ومدربة من البحرين، وسوف أيسر هذه الجلسة، وسوف نستمع اليوم إلى المتحدثات، وبعدها سوف نطرح بعض الأسئلة في نهاية جلستنا. سوف نبدأ هذه الجلسة بطرح أسئلة على المتحدثات لكي نعرف من هنا عن وضع المرأة وعن وضع القمع للمدافعة حقوق الإنسان والصحفيات. هل يمكن أن نبدأ معك سحر؟ تفضلي. مساء الخير، وشكرا جزيلا نزيها لهذا التقديم، وشكرا لعود لهذه الفرصة في هذا اليوم الخاص، مع أنه يوم حزين جدا في فلسطين، وهو يوم التضامن مع فلسطين. نحن نعمل مع المحتجزات والسجينات، وأنا أعمل منذ أكثر من 25 سنة، وأركز أيضا على وضع السجينات، وفي هنالك 4700 سجينة في السجون الإسرائيلية، ومنهن هنالك 33 امرأة محتجزة، وثلاثة منها في الاحتجاز من دون أي محاكمة، وذلك بناء على بعض المعلومات السرية، والبعض منهن
ينتظرنا المحاكمة وبعض منهن من دون محاكمة. وفي فلسطين إن موضوع إن السجن يستعمل كأداة بيد الاحتلال الإسرائيلي لقمع النساء وللحفاظ على هذا الفصل العنصري والاحتلال في المجتمع. والامرأة هي متأثرة أكثر من غيرها من المجموعات لأنها أكثر هشاشة، وهي تواجه هذه التعذيب والاعتداءات والاحتلال والتعنيف في احتجازهن خلال الاحتجاز. ولكن في السنوات الأخيرة هنالك زيادة في التعدي على الرائدات والقائدات والمدافعات عن حقوق الإنسان والطالبات والصحفيات والناشطات في مجتمعنا، مثل إلقاء القبض على السيدة شذا عودي السنة الماضية في سياق تجريم منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية واعتبارها كمنظمات إرهابية، وإلقاء القبض على الموظفين ومنها المديرة شذا عودي، وختام أيضا وعفي مديرة اتحاد النساء في الاحتجاز التعسفي منذ أكثر قبل سنة من احتجاز شذا عودي. وأيضا هنالك عضو اعتجزت أكثر من مرة في السنوات، حوالي 3 مرات في السنوات الثلاثة الماضية، وتم اعتقالها وأيضا وسجنها، ولا سيما أنه تم انتخابها كممثلة للمجلس البلدي. وكما أن الطالبات منذ العام 2019 يواجهن التعديات بشكل منتظم، وأكثر من 5 طالبات تم توقيفهن وتعذيبهن ومقاضاتهن لأنهن طالبات وأعضاء في مجموعات طلابية ناشطات في داخل الجامعات، واتهمن أيضا بالحث على أو بنشر أي شيء على منصات التواصل الاجتماعي. في الواقع إن الاحتلال يستخدم المحاكم العسكرية ويستخدم أيضا بأي شكل للمدافع على حقوقه للاستمرار بقمعه وللاحتلال. ولذلك نقوم بتوثيق هذه الزيادة في الضغوط على المجتمع، ولا سيما على مدافعات حقوق الإنسان. إن ظروف السجن صعبة جدا، لا سيما إن السيدة شذا وإخواني وختام تنى اعتقالهن خلال جائحة كورونا، وبالتالي منعنا من زيارات العائلة، وكانت الظروف الصحية مقلقة جدا في ظل هذه الظروف، في ظل ظروف الاحتجاز. وهنالك أيضا نظام عقابي يمارس على السجينات، وقد يكون أكثر صعوبة على النساء لأنهن لديهن احتياجات خاصة، ولا سيما أنهن لا يحصلن على العناية الصحية والطبية. وهنالك أيضا الحجر، ولا سيما الضغوط النفسية والاجتماعية، ولا سيما أن السجينات لا يمكنهن التعامل مع هذه في ظل هذه الظروف، وإن لم يتعاملن مع هذه الظروف فسوف يتم سجنهن في السجن الافتراضي، وسوف يتم ولن يعطينا الإذن بزيارات العائلة أو الذهاب إلى
وتم اعتقالهن في حبس واحد كان من المفترض أن يغلق منذ 10 سنوات، ولكن لم يتم إغلاقه، ولا يزال هنالك جناح للنساء وجناح للرجال، وهذا الجناح للنساء في ظروف سيئة جدا وفيه رطوبة كثيرة، والنساء يبقين سنوات كثيرة في الاحتجاز. وما يجري أيضا، ولا سيما فيما يتعلق بالاعتداءات على مؤسسات حقوق الإنسان، لا سيما المؤسسات النسائية. والسنة الماضية أعلن وزير الأمن منظمات فلسطينية كثيرة كمنظمات إرهابية، وأغلق وحاول أيضا أن يغلق كل المكاتب، ولا سيما منظمات الناشطات اللواتي يستخدم ضدهن العنف. وتم الهجوم على مكاتبهن، وتم أيضا احتجاز الملفات الخاصة بهن، ولا سيما تلك الملفات التي تحتوي على معلومات حساسة جدا حول العنف الأسري والعنف ضد المرأة، ويمكن استخدام هذه المعلومات من قبل السلطات الإسرائيلية للضغط على النساء، ولا سيما أنها أصبحت بيد الاحتلال، كما أنهم وضعوا يدهم على ممتلكات المنظمة، كما أنهم أخذوا الأساس المكاتب والكراسي، وباتت المكاتب فارغة. إذا هذه المنظمات تركز على هذه المواضيع الحساسة، ولا سيما النساء في المناطق الريفية وفي القرى، والتي تعاني من أوضاع صعبة جدا، ولا سيما أن لا يمكنها الحصول على الخدمات الأساسية، والمنظمات الحقوق الإنسانية هي التي تقدم هذه الرعاية. سوف أختصر في النهاية أن الصحفيات أيضا هنا أيضا هنالك صحفيتين في الاعتقال الإداري. إذا حتى بالنسبة للواتي يكتبن أو يعبرن عن رأيهن ويدافعن عن الأشخاص الذين يعانين ويواجهن الاحتلال، فسوف يتم احتجازهن في ظروف سيئة جدا ولمدة غير محددة، وكل ذلك ضد يكون مناهضا لحقوق المرأة والمجتمع أيضا. شكرا سحر على كل هذه المعلومات حول وضع السجينات، ولا سيما أنك ركزت على جناح المرأة. سوف ننتقل الآن إلى شيرين لكي تحدثنا عن وضع أمها وكيف أنها عانت وأن كافحت كعائلة، وكيف ترين ذلك من منظار النسوي. شيرين. شكرا نزيها، شكرا جميعا. فيما يتعلق بأمي وبقضية أمي، لأن سحر هي التي تحدثت عن ظروف الاحتجاز، وأنا سوف أتحدث عن تجربة أمي التي احتجزت لسنة وما عانيناه كعائلة لسنة. إذن لأعطيكم خلفية عن أمي. إذن أمي هي ممرضة وناشطة فلسطينية في مجال حقوق المرأة والإنسان والحقوق الصحية. إذن هي ممرضة وهي مديرة لجان العمل الصحي في فلسطين، وقد عملت بلا كلل وملل خلال الجائحة لتقديم الإعانة والرعاية الصحية في فلسطين. وفي 7 يوليو 2021 في الصباح حوالي 50
جندي إسرائيلي قد هجموا على منزلنا، وقد احتجزوا أمي، وألقوا القبض على أمي، وطلبوا من أمي أن تحضر معها أدويتها، وقد نست 8 أنواع من الأمراض، وأمي تعاني، وهي تعاني من كثير من الأمراض مثل السكري والضغط وما إلى ذلك. وعندما تم القبض عليها كان عمرها 60 سنة، وعندما تم الإفراج عنها كان عمرها 61 سنة. فقط لأخبركم أنه في الأيام 20 الأولى كانت أمي تم احتجازها خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولم يكن لديها الوصول إلى المحامي وإلى عائلتها، وقد خسرت 9 كيلوات ولم تتمكن من أخذ أدويتها. وفي 15 يوليو وبعد طلب الأدوية تمكنت أمي من الحصول على كل أدويتها. وخلال كل هذه المرحلة كانت في زنزانة، حيث لم يكن لديها مخدة، واستخدمت الغطاء كمخدة، واستخدمت الجاكيت أو السترة التي كانت ترتديها كمخدة، لأنها كانت تحت المراقبة 24 ساعة في النهار. وأنا أتحدث عن الأيام 20 الأولى، إذن كانت يتم الاستماع إليها، وكانت ترتدي الثياب عينها، وفي مركز الاحتجاز كان على بعد 1.5 ساعة من أوفر، وكان على أمي أن تذهب 24 ساعة لكي يتم الاستماع إليها ل10 دقائق، وذهبت إلى مخيم أوفر. إذن وكنت أعمل خارج البلاد، ولكن عندما تم الإلقاء على القبض على أمي لم أرها، إذ كنت قد رأيتها المرة الأخيرة في نوفمبر 2020، ورأيتها المرة الثانية عندما تم الاستماع إليها في يوليو 2021، وكانت تلك صدمة، وكانت جلسة الاستماع ل7 دقائق، ولم يسمح لي أن ألمس يدها، أن أخذ بيدها أو أقبلها أو أي شيء. وقد جرمت ب7 جرائم أو 7 اتهامات، وكلها مرتبطة بعملها المدني في مراكز الرعاية الصحية. لا أريد أن أدخل في التفاصيل، ولكن أريد أن أنتقل إلى شيء آخر. وفي 27 من يوليو تم نقل أمي إلى سجن النساء، وهو حيث طلبنا أيضا إذن زيارتها. وخلال احتجازها تم إلغاء الكثير من زيارة العائلة، حيث أنه تم إخبارنا أنهم يقوموا بتأهيل السجن من دون إعلامنا بذلك، وسمح فقط بشخصين من العائلة بزيارتها مرة كل في الشهر ل5 دقائق، وكان علينا أن نقوم برحلة أكثر من 24 دقيقة لكي نراها ل4 أو 5 دقائق. وعندما كنا نزورها كنا نراها من خارج الزجاج أو وراء الزجاج، ونتكلم إليها عبر الهاتف. إذن الطريقة الوحيدة لإعطاء المعلومات هو من خلال برامج الراديو، وكنا نحصل على المعلومات من أمنا من المحامي، وحيث تمكنت من إرسال بعض الرسائل لنا عبر المحامين. وكانت جلسات الاستماع الإصغاء أو الاستماع باللغة العبرية، وأمي لم والترجمة باللغة العربية لم تكن دائما متوفرة، وكان يحق فقط لشخص واحد أن يكون من العائلة أن يكون متواجدا في قاعة المحكمة تحت ذريعة كوفيد-19، مع أن هنالك الكثير من الجيش ومن أعضاء الجيش الإسرائيلي.
وبحسب الدستور الإسرائيلي لم يتم الإفصاح عن سبب احتجازها، وكان من الضروري أن يتم إعادة تحديد أوقات جلسات الاستماع، وذلك لكي تطيل فترة اعتقالها أو احتجازها. وفي أيار 2022 تم اعتقال أو تم تم أو صدر صدرت القرارات بحق أمي ب16 شهر سجن، وأنه لن تتمكن من مشاركة في أي مؤسسة، وذلك لأن نظام العدالة الإسرائيلي لا يسمح للفلسطينيين بالمحاكمة العادلة، وإن نسبة الاعتقال وكان بالإمكان أمي أن تنتظر أكثر من 9 سنوات قبل صدور القرار. وقد تدخل المحامين، وقد أطلق سراح أمي في 3 يونيو/حزيران 2022. شكرا نزيها، شكرا شيرين لإعطائنا كل هذه التفاصيل حول قضية أمك. وقضية أمك ليست إلا مثالاً عن قصص كثيرة وقضايا كثيرة لنساء ويواجهن التحديات عينها التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي. وفي هذا اليوم، يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، نريد أن نسلط الضوء على قضايا النساء والحركات النسوية داخل فلسطين، ونريد أيضا أن نعطي هذه أو أن تكون هذه الحلقة لدعم الفلسطينيين ولكل ما يعانيه الفلسطينيون داخل فلسطين المحتلة. قبل أن ننتقل إلى الأسئلة التالية، نريد أن نعرف أكثر عن وضع الحركة النسوية وما الذي حققته هذه الحركة الفلسطينية. هل يمكنني أن أوجه هذا السؤال إليك رفاه؟ إذن رفاه ستتحدث باللغة العربية، تفضلي. نزيها، but can you repeat the question please? Sorry, I started speaking English. I will move to Arabic. هل يمكنك أن تعيدي السؤال من فضلك؟ بدنا نعرف أكثر عن الحركة النسوية بفلسطين، ويمكن نتحدث عن بعض الإنجازات أو بعض الأشياء اللي قدرت تحققها هذه الحركة. أوكي، يعني شكراً أول إشي على التنظيم ودعوتنا ل I somehow I hear the translation. Okay. وشكرا للمنظمات، يعني كتير مهم كل موضوع التضامن مع الشعب الفلسطيني بشكل عام، وكتير مهم التعامل مع الفلسطينية في كل مكان في كافة أنحاء فلسطين التاريخية، وهذا إشي مش مفهوم ضمن، لأنه كل موضوع التعامل مع الشعب الفلسطيني والأراضي الفلسطينية والمناطق الفلسطينية تم، هاي واحدة من سياسات دولة الاحتلال، يعني دولة إسرائيل هو تجزئة الشعب الفلسطيني جغرافيا وسياسيا، وبالتالي انتمائيا كمان لمين احنا وكيف منكون، وهذا طبعا جزء من لا يتجزأ من حياتنا كنساء يعني فلسطينيات. منعيش كان منعيش بمناطق 48 يعني وين أنا موجودة كمواطنة في هاي الدولة، وإحنا جزء يعني أنا جزء من الأقلية الفلسطينية الأصلية اللي بقيت في البلاد، وهي نقطة هيك مهم إنه نوضحها. وإحنا يعني منشوف وجزء ونشعر إنه إحنا كل الوقت نتعامل مع حالنا كجزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني في كل مكان. والإشي اللي حكيته بما يتعلق، يعني مهم إنه أي إشي بدنا نحكيه بتعلق ب
بالداخل أو بمناطق 48 وكيفية التشابك والتعاون أو التعاطي مع القضية الفلسطينية بشكل عام ومع قضايا النساء الفلسطينيات بشكل خاص بكل مكان، هو متأثر يعني بشكل مباشر بالاحتلال، هو متأثر بشكل مباشر بالاحتلال وإسقاطاته، وبما في ذلك على الأقلية الفلسطينية اللي هي يعني مواطنات ومواطنين موجودين في الدولة، لأنه إحنا بنحكي على يعني سياسات عنصرية تمييزية، وإحنا بنحكي اليوم على نظام أبرتايد، يعني اللي أصبح يعني هذا الوصف حتى يمكن ما بوفي الإشي حقه، وحكوا زميلاتي هنا على المعاناة اللي بنلاقيها بكل محل. لما بنحكي إحنا على فلسطينية، على النساء الفلسطينيات، طبعا يعني إحنا جزء من هاي المنظومة السياسية، لكن إحنا جزء من واقع سياسي واجتماعي مركب جدا، لأنه إحنا كمان جزء من مجتمع ذكوري أبوي اللي ما زال ينتهك ويميز ضد النساء وينتهك حقوقها في كافة المستويات. فإحنا كنساء فلسطينيات يعني كمان بدنا نناضل على المستوى المجتمعي، على مستوى التحرر من الذكورية ومن السلطة الأبوية، وعلى مستوى نيل حقوقنا أو أبسط حتى حقوقنا في البيئة اللي إحنا منعيش فيها في بيتنا، يعني نبدأ في بيتنا مع العيلة بالحارة بالمدرسة بكل محل إحنا موجودات فيه. ومن ناحية تانية كمان إحنا وبالتوازن يعني بين التنين، إحنا بدنا لأنه نأخذ حقوقنا أو يعني كمواطنات يعني في الدولة، وكمان من الناضل لتحرر الشعب الفلسطيني من الاحتلال بكافة الأماكن. وهذا يعني بخلي الموضوع مركب أكثر، لكن مهم فهمه أو وضع لما نحكي على حراك نسوي أو على نجاحات أو على إنجازات أو على تحديات اللي بتمرق فيها النساء الفلسطينيات كأفراد أو كمجموعات أو كمؤسسات نسوية فلسطينية، فما بنقدر إحنا نشوف الصورة على أرض الواقع بدون ما نشوف هذا السياق السياسي والاجتماعي اللي إحنا موجودات فيه، لأنه هو بيأثر على الهوية تبعت كل واحد فينا، هو بيأثر على كيف إحنا بدنا نطور آليات نضال ضد المنظومة الاستعمارية وضد التمييز الموجه والمتشابك ضدنا، كان من قبل الدولة وكان من قبل مجتمعنا. وهذا طبعا بيخلي الموضوع والقضية فيها تحدي أكبر، لأنه إحنا كنسويات يعني من آمن أنه لا مجال للفصل بين الوطني والنسوي، بالعكس الفصل هو واحد يعني، وهذا أنا بفكر يعني هذا نظريتي هيك للموضوع، أنه الفصل بين القضايا الوطنية والتحرر الوطني والقضايا النسوية هو واحد من إشكاليات عدم إحراز أي تقدم بهذا المجال كمان الوطني وكمان الاجتماعي، أو خلينا نقول تقدم ملحوظ. لأنه إذا نحكي إحنا على مجتمع اللي النساء فيه مهمشات، النساء فيه متعلقات اقتصاديا بالبيئة اللي حواليهم بالعيلة أو بالزوج أو بالأب أو بالأخ، إذا بنحكي على وضعية اللي فيها النساء الفلسطينيات يعني بنحكي على المناطق 48 مثلا، لحد اليوم أكثر من 70% من النساء غير عاملات خارج المنزل، يعني لا يتقاضين أي أجر. بنحكي على ازدياد ملحوظ بنسبة العنف ضد النساء بكافة أشكاله وأنواعه، كان نحكي على العنف الجسدي الجنسي الاقتصادي النفسي، وبنحكي على ازدياد كمان في قتل عدد أو نسبة النساء الفلسطينيات اللي تقتل بكافة مناطق فلسطين التاريخية. يعني هاي المعلومات هي للأسف يعني عابرة لكل الحدود يعني الجغرافية والسياسية والاجتماعية، وهي بتجمعنا كلياتنا كفلسطينيات. وهذا كله موجود بوضع النظام يعني اللي مفروض إن كان نحكي على، وأنا بحكي يعني هذا وجهة نظري، إن كان نحكي على المؤسسات أو السلطة عملية اللي مفروض هي تحمي المواطن، هي مفروض توفر يعني الأمن والأمان والحماية وتساعد المواطن إنه يأخذ حقوقه أو المواطنات إنه يأخذ حقوقه، وهذا يشمل كل المناطق اللي أنا عم بحكي عنها. للأسف كمان إحنا بنحكي على منظومات ذكورية، وبنحكي على منظومات من كمان على المستوى عندها برأيي مصلحة إنه النساء تطلع من هاي الدائرة أو من دائرة القمع هذا المتشابك اللي إحنا موجودات فيه، وهذا الإشي اللي إحنا بنحاربه عملياً.
لأنه يعني مجتمع قوي هو فقط لما النساء قوية ولما النساء متحررات، ومجتمع بيقدر أو بده يناضل من أجل التحرر من الاحتلال ما ممكن إنه ينجح يحقق أي إنجاز ما دامت النساء قابعات تحت الاحتلال الذكوري وتحت الفكر الذكوري. فالنضال تبعنا يعني إذا بتعطي أمثلة على شو إحنا بنعمل باليوم يوم تبعنا، طبعاً يعني كمؤسسة كيان لتنظيم نسوي، إحنا مؤسسة نسوية فلسطينية اللي مقرها بحيفا، ولكن يعني عملنا لا يقتصر على الداخل الفلسطيني، إنما نعمل بكافة مناطق فلسطين التاريخية، وإيمانا منا بضرورة النضال الوحدوي. وواحد من النماذج اللي طورناها بالسنوات الأخيرة هي تشكيل ائتلاف نسوي فلسطيني اللي فيه تقريبا 25 مؤسسة نسوية فلسطينية من كافة المناطق اللي وحقوقية، اللي هدفه يشتغل على محاربة ومناهضة العنف المجتمعي بظل السياق الاستماع السياسي اللي حكينا عنه بظل الاحتلال، وعم يشتغل على مدار السنة يعني كمان على هذا المستوى وكمان على هذا المستوى. لكن طبعا في كتير تحديات، وعم نشوف في كتير تراجع كمان يعني على المستوى المجتمع، يعني كمان العنصرية والتمييز عم بيزيد جدا من قبل الدولة، وكمان وعم بيكون واضح أكثر تجاه المؤسسات كيف حكت سحر، وكمان بالداخل يعني في عم بيكون تضييق كتير كبير على المؤسسات النسوية، بالذات المؤسسات اللي بتشتغل بقضايا وطنية بشكل واضح، بالذات المؤسسات اللي بتتناول قضية النكبة والعودة وحق العودة واللاجئين. يعني كيان واحد من المواضيع والقضايا اللي مهتم إنه نشتغل عليها ونشتغل عليها كل موضوع تسييس النساء ورفع الوعي الوطني والسياسي عند النساء، وإنه يكون لهم مشاركة. فعندنا مشروع كامل متكامل على كل موضوع النكبة والعودة وكيفية أو تأثيرها وإسقاطاتها على النساء وتحليلها من وجهة نظر نسوية. وبالسنوات الأخيرة عم نلاقي تضييقات كتير كبيرة كمان من على مستوى تمويل، بس كمان على مستوى محلي من قبل الدولة ومؤسساتها. نقطة أخيرة بدي أحكيها هي إنه كل هاي الأشياء اللي حكيتها والحركات أو النشاطات اللي إحنا بنعملها إن كان عابر للحدود وإن كان على مستوى الداخل هي يعني موجودة ضمن منظومة اللي فيها مؤسسات الدولة، غير إنها بتتجاهل يعني وجودنا، هي بتضعف أو هدفها تضعف وجودنا وهدفنا تضعف قدراتنا. وكتير مرات في سياسات ممنهجة بدل معالجة العنف ومحاربة العنف مثلا المجتمعي لترسيخ العنف، وهذا واحد من الأمور اللي واضحة جدا بسياسات الشرطة الإسرائيلية يعني تجاه النساء الفلسطينيات وتجاه المجتمع الفلسطيني بشكل عام بالداخل، إنه إحنا بنشوف المعطيات يعني في فروق شاسعة بين كيفية تعامل الشرطة مع حالات قتل بالمجتمع اليهودي مقارنة مع حالات قتل بالمجتمع العربي، وهذا ينطبق على الرجال والنساء. يعني بنشوف إنه تقريبا 60% من حالات القتل عند النساء اليهوديات أو المجتمع اليهودي بيتم القبض على القاتل، بينما بالمجتمع العربي أقل من 20%، تقريبا 14% اللي بيتم القبض على الجاني. وبنشوف إنه معظم النساء، أكثر من 60% من النساء الفلسطينيات اللي قتلوا بالداخل الفلسطيني قبل قتلهم قدموا شكاوى لمؤسسات رسمية مثل مكاتب الرفاه الاجتماعي أو الشرطة، وبلغوا عن عنف وعن خطر اللي بيهددهم، لكن للأسف الشرطة ما بتتعامل مع هاي التوجهات بشكل جدي لما الحكي أو يعني الحديث بيكون عن نساء فلسطينيات أو عن المجتمع الفلسطيني بشكل عام. فحركاتنا اليوم إحنا يعني إذا بتلخص هي طالعة من محل إنه ما في أمل إنه نأثر على الدولة، ما في أمل إنه نأثر على سياساتها. الحل هو إنه إحنا نستثمر ببناء المجتمع وبتطوير قيادات نسوية شبابية واعية اللي تنشط كمان على المستوى السياسي وكمان على المستوى المجتمعي، وإحنا نبني حالنا كمجتمع ونقوي حالنا كمجتمع، لأنه غير هيك يعني فيش حدا لا كمجتمع ممكن يساعد النساء أو بده إنه النساء تقوى، ولا كدولي أو كسلطة احتلال بدها إنه الوضع هذا يتغير. فالحل موجود عندنا، وهذا اللي إحنا هيك بلشنا يعني نستنتجه بالفترة الأخيرة، وعشان هيك استثمارنا أكثر وفعالياتنا وبرامجنا هي بالشغل المباشر بالجراس روتس، بالشغل المباشر مع الناس
من خلال تطوير نشاطات مجتمعية ونشاط مجتمعي وحركات ميدانية مستدامة. Thank you so much, Rafa, for give us all, for giving us all these details. شكرا سيدتي على كل هذه التفاصيل وعلى هذه اللمحة العامة حول الحركات النسوية في فلسطين وعلى إعطائنا هذه اللمحة التاريخية أيضا عن فلسطين. طبعا هنالك بعض النجاحات التي حققتها الحركات النسوية، وسوف أذهب إلى رشا الآن للتحدث عن هذه النجاحات التي أحرزتها الحركات النسوية في السنوات الأخيرة. شكرا سيدة نزيهة. ما أذكره مباشرة حين نتحدث عن النجاحات هي الحركات النسوية الشعبية على التي سميت طلعات، وهي التي عبأت المجتمعات المحلية بشكل كبير، وذلك بعد وفاة إثراء أبو غربية في العام 2019 إن لم أكن مخطئة، وكان هنالك دعم شعبي كبير على المستوى الشعبي لمناقشة الوضع على المستوى المحلي على الأرض، و أعتذر تقول المتحدثة، أعطوني لحظة. أعتذر لقد تشتت قليلا. إذن تقول كنت أتحدث عن حركات طلعات، خاصة بعد انتفاضة العام 2020 بعد ضربات على غزة، رأينا هذه الحركات الكبيرة في فلسطين، خاصة وأن هذه الحركات كانت حركات نسوية بالتحديد، رفضت تقسيم المجتمع الفلسطيني. كما قالت رفاه، كلنا فلسطينيون ونحن نرفض بشكل قاطع الحدود التي تفرضها علينا أو يفرضها علينا الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي الفلسطينيون في كل العالم، خاصة الحركات الشبابية والتجمعات النسوية، أصبح لديهم شعارا موحدا أنه ما من فلسطين حرة من دون نساء أحرار، وما من فلسطين حرة من دون وضع حد للاحتلال لهذا النظام الصهيوني العنصري. هذا برأيي كانت النقطة الرابحة بالنسبة للحركات النسوية في فلسطين، وقد أثرت كثيرا على السردية. لماذا؟ لأننا في الكثير من الأحيان لا نسمع سوى سرديات مشرقية حول الحركات العربية النسوية، وبالتالي يكون لدينا هذا التنوع وهذا الانفتاح وأمر بغير الأهمية، وأعتقد أن هذا بحد ذاته يعتبر ربحا. شكرا رشا. وكما قالت رفاه أيضا، التداخل في العمل هو مهم جدا، علينا أن نعمل كحركات نسوية في فلسطين وفي كل أنحاء العالم بشكل تقاطعي. أسباب النضال ضد الاحتلال أو ضد النظام الأبوي الذكوري وضد القوانين غير العادلة، كلها أمور متقاطعة، وما من أولوية لموضوع على آخر، ما من قضية نعتبرها إذن متفوقة على الأخرى. وهكذا أصل إلى نقطة أسأل عنها، ماذا يعني التضامن العالمي النسوي العالمي بالنسبة لكم جميعا؟ نحن هنا اليوم نحتفل بيوم تضامن مع الشعب الفلسطيني، وأيضا هو النوم الدولي للمدافعات عن حقوق الإنسان، ونحن هنا لنظهر هذا التضامن، لنظهر أن النسوية
تدعم النساء الفلسطينيات والحركات النسوية الفلسطينية، ماذا يعني ذلك بالنسبة لكن؟ ربما أبدأ بك رشا وأنتقل إلى الأخريات، إلى المتحدثات الأخريات. نعم، أنا شخصيا سأتحدث وفقا لخبرتي ووفقة لانفتاحي على حركات نسوية أخرى حول العالم. لقد شاركت في العديد من المنظمات والشبكات النسوية، وأستطيع أن أرى أننا على الأرض نشعر بهذا الحس التضامني وهذه الأرض المشتركة للحركات النسوية حول العالم. وسبق وكنت جزءا من شبكات رأيت فيها كيف أن منظمة نسوية واحدة أو صندوقا نسويا واحدا يعمل مع النساء على المستوى المحلي، ونرى أن العمليات نفسها تتكرر وتضع المرأة في الأولوية، تضعها في مكان اتخاذ القرار، تمكنها ليس بالطريقة التقليدية أو بالمعنى التقليدي لكلمة تمكين. هنا نتحدث عن تمكين من نوع آخر، تمكين يجعلها تشعر بملكية القرارات التي تخرج منها. وقد رأيت هذا في كل المنظمات النسوية وكل الصناديق، وهذا ينعكس أيضا على الحركات الفلسطينية. وكل ذلك طبعا يظهر في السرديات ويظهر على الأرض، والكثير من هذه الحركات النسوية تعبر عن تضامنها ضد الاحتلال، وتؤمن أنك إن أردت أن تكوني نسوية أو أن تكوني نسوية لا بد من إلغاء كل أنواع القمع حول العالم، ومن بينها الاحتلال ونظام الصهيوني العنصري. هكذا يتم عكس هذه الأفكار حتى خارج الحركات النسوية، مثل أي حركات اجتماعية أخرى، مثل مثلا حركات العدالة المناخية، وهي التي تؤثر على النساء أكثر من غيرها. لماذا؟ لأن النساء مثلا اللواتي هن مزارعات على نطاق صغير في بعض البلدان، خاصة النساء من الشعوب الأصلية. إذن أريد أن أقول أن التضامن والتقاطع لا يجب أن يكون مركزا فقط أو ينظر إليه من منظور النسوي فقط، عليه أن يكون متقاطعا على كل المستويات، ونفكر في تحقيق حقوق الإنسان على كافة المستويات. شكرا رشا. هل أنتقل إليك رفا؟ تفضلي وأطرح السؤال نفسه. ماذا تعني لك حركات التضامن النسوية العالمية؟ أفتكر أكثر شيء هيك بيطلع لما بنسأل هذا السؤال، لو هو هو عدم تجزئة التضامن. يعني التضامن المفروض يكون شمولي، بنفعش يعني حكتك رشا عن الموضوع، وهي بنواجهه إحنا كتير يعني بالذات الفلسطينيات بالداخل، لأنه في كل موضوع اليسار الإسرائيلي والتوجهات السياسية، ويعني ممكن نشوف مثلا النسويات كتير يعني بيشوفوا حالهم نسويات، والكل بيشوف النسويات، لكن ممكن تشوف فعاليات أو برامج أو ناس بتشتغل معهم عايشة بالمستوطنات مثلا، وفي تضامن بنفس الوقت مع الشعب الفلسطيني. فكيف هذا الاشي ممكن يكون؟ هذا إذا بنحكي على مستوى كبير. وإذا بنحكي على يعني مستوى أكتر محدد، يعني التضامن، يعني أنا بفكر إنه النسوية هي تتعدى وضع يتعلق بالنساء، وهذا التضامن اللي إحنا بنطمح له. يعني لما نحكي على تضامن مع نساء فلسطينيات، أنا ما بدي تضامن مع نساء الفلسطينيات فقط لما تقتل نساء فلسطينيات على يد ذكور فلسطينيين، أنا بدي التضامن طبعا، لكن ما بنفع يكون هذا التضامن فقط،
بهاي الحالة. أنا بدي كمان تضامن لما الحكومة الإسرائيلية ولما النظام الأبارتهايد الإسرائيلي بينتهك حقوق نسويات ومدافعات عن حقوق الإنسان وبسكر مؤسسات فلسطينية، وبدي تضامن على مستوى حتى الحقوق السياسية والاجتماعية اللي بتطلع للمواطنين بهاي الدول اللي هي مش موجودة عملية، مش متوفرة. فالتضامن هو اللي أنا بشوفه هو تضامن شمولي اللي بتعامل مع كل القضايا، واللي ما ممكن يكون بدون نبذ يعني للاحتلال ولسياساته بكافة أشكالها وأنواعها وبكل المحلات. وهاي الإشكالية إنه التضامن متجزئ أنا بشوفه اليوم، بتعلق وين أنا كفلسطينية موجودة وبأي منطقة جغرافية عايشة أكتر. لكن في الشك إنه في حركات يعني على مستوى شعبي عم يعني بتكون كتير هقوى، والمشكلة هي دائما الفجوة بين الشعوب وبين الحكومات. يعني هذا سؤال المليون دولار، يعني ليش الشعوب أكتر من حسها متضامنة وبنفس الوقت الحكومات يعني سياساتها كل مالها ما عم بتكون بشكل متراجع يعني وأكتر متطرف خلينا نقول، وأقل داعم للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني. فهذا هيك وجهة نظري. Thank you so much. سحر. Yes, I totally agree with Rasha and Rafa. نعم، أوافق رشا ورفح، وربما كمحامية أستطيع أن أضعها في سياق قانوني. هذا يعني المساءلة والمحاسبة. لا نستطيع أن نحقق العدالة من دون توفير المساءلة. وماذا تعني المساءلة؟ تعني أن يتم سوق مرتكبي الجرائم ضد حقوق الإنسان إلى العدالة. وفي السياق الفلسطيني المشكلة الأخطر التي تجعلنا لا نشعر بأننا محميين وبأننا نستطيع أن نذهب أبعد مما نحن فيه. والمشكلة ليست فقط مشكلة الفلسطينيين، لو أخذنا ما تواجهه المرأة عالميا و وجهة نظر الحكومات في حماية حقوق الإنسان، ولماذا مثلا في إيران وفي سياقات أخرى مثل فلسطين، أمريكا اللاتينية، الولايات المتحدة وفي أي مكان حول العالم، بما أنه ما من احترام لهذه المعايير الدولية الخاصة بحقوق المرأة وكيفية تعزيزها، إن كانت منظومة الأمم المتحدة فشلت في حماية هذه الحقوق الأساسية بسبب غياب الإرادة السياسية وبسبب الرياء السياسي، علينا نحن الشعوب أن نقود هذه الأمور عبر هذه الشبكات وعبر ضم جهودنا. وأستطيع وأظن أنه ما نستطيع تعلمه من الفلسطينيين من العقوبات والمقاطعة، نستطيع أن نقاطع أي شركة لديها تورط في مواجهة تحقيق حقوق الإنسان أو إنجاز حقوق الإنسان. إن كانت تنتهك هذه الشركات حقوق الإنسان، نحن الشعوب علينا أن نطلق هذه المبادرات، علينا أن نطلب عقوبات على أي دولة لا تحترم القانون الدولي والحقوق الدولية التي لابد من أن يتم تطبيقها بشكل متساو حول العالم. وأعتقد أن هذه قوة الشعوب، أن تضافر جهودها وتدعم بعضها البعض في حملاتها، والتضامن يعني العمل على الأرض، وهذا ما نحن بحاجة إليه. علينا أن نقود عملنا ونتخذ خطوات ملموسة على الأرض. شكرا سحر، سأعطي الكلمة لك شيرين الآن، تفضلي. شكرا. يعني مظبوط اللي قبل حكيته كان شخصي، بس برضه هاي المسج كانت شخصية جدا. على موضوع التضامن وعلى موضوع كيف بقضية أمي، يعني واحدة من الأشياء اللي بتضلها يعني تيجي على بالي طول ما أنا أفكر في القضية تبعت ماما وإيش اللي صار، إنه كنا نضطر أنا وأختي دائما نطلع نشتي أواعي لإلها للسجن،
وما تتخيلي قديش كانت هذه العملية، كانت جدا صعبة. يعني إنه بتعرف في كنا ضايعين، يعني إحنا كنا بنتعلم شو معنات إنك تكون عائلة أسيرة ولها قصدي شخص يعني أسير، وإيش معناته يعني هذا الحكي حتى بحياتنا اليومية. فكانت جزء منها إنه هي شرايت الأواعي عشان إحنا ندخلهم على السجن لإلها. وأنا بس بتذكر أول مرة أنا نزلت لحالي وقتها، وكان لازم يعني بالعدد أكمن فانيلا تدخل، أكمن بنطلون يدخل، أكمن تريني. بس تبطئي شوي عشان الترانسفورم. تمام. فكان يعني في تفاصيل قديش ممنوع سحاب، ممنوع زرار، ممنوع هذا، فكل هاي التفاصيل كانت جدا صعبة ومؤلمة وكمان كتير بالتعب. فلحنا لما نروح نشتري من المحلات هاي الأواعي ونصفي نقول له لا احنا بدناش سحاب، احنا بدناش بنزر، احنا بدناش، فيسألونا شو الطلبات الغريبة. فوقتها نفهمهم انه يعني لانه هذه اواعي داخله للسجن للنساء، ويعرفوا انها وقتها هي امي والى اخره. فكل الناس كانت بشكل عام يعني هذا الحكي بس بفلسطين، بس كان كلهم انه الله يفك اسرها ويدعوا ويسالوا. وهذا لحاله كان شعور رائع، لانه كنت بحس بلحظه من اللحظات انه انا فلسطين كلها عماله بتحضني وعم تعطيني هذا الدعم. هلا الإشي الثاني اللي أنا كنت بس حابة إني أعلق عليه واللي أختم فيه هي القضية اللي كانت بتحكي عنها سحر، المفارقات في كيف طريقة التعامل معنا كفلسطينية، وخاصة يعني في قضية أمي، إنه الناس كانت تسأل في أبسط التفاصيل. هذا عم نحكي على اللي بده التضامن الدولي، يعني تسأل في أبسط التفاصيل، ومرات يعني بموضوع انه طب يعني هي اصلا شو عملت، انه فالتضامن يصفي زي كانه انا ما بتضامن لانه هي فعلا قضيه حق، ولا لانه اصلا احنا عندنا احتلال غير شرعي، لانه هو بيمارس كل هذه الممارسات والانتهاكات ضدنا احنا كشعب فلسطيني. لا، بصير بده يدخل في هاي ادق التفاصيل عشان يعرف اذا هل هو تضامن هذا في مكانه ولا مش في مكانه. فطبعا كان في أكيد تضامن دولي كتير رهيب يعني مع قضية أمي، وكتير في ناس وقفت معها، وقفت كمان مع المؤسسة، بس برضو في كان هدول الناس اللي بدهم يسألوا في هذا الكونديشن، يعني نحكي سوليداريتي، بقدر ولا بقدرش، وهل إذا أنا بقدر فمعناته هل أنا رح أنحسب على ناس معينة ولا لا. ف يعني شكرا للصبايا، وهم يعني اكيد لخصوها بطريقه كثير افضل مني، انا بس حبيت اني احط الإشي الشخصي اكثر في الموضوع اللي هم حكوا. شكرا جزيلا. Thank you Rasha, and the personal perspective is also very important for this discussion because we are all في الواقع ان هذه النقاط الخاصة والحميمية هامة جدا، لأننا وبفضل ذلك عادة نتضامن، وبفضل هذا التقاطع الذي نحكي فيه ونتحدث عنه خلال هذه الساعة الماضية، إن أعتقد أنها الطريقة التي من خلالها يمكننا أن نتحرر به ويساعدنا على التحرر، نحرر أجسادنا وأجسامنا ولغاتنا، وأيضا نساعد ونحرر النساء المسجونات أو تحت الاحتلال. أود أن أشكركن كلكن رشا، شيرين، سحر ورفاح لكل عملكن ولكل الجهود التي تبذلونها لمكافحة ومواجهة الاحتلال. وإن كان من أسئلة من المشاركين، بقي لدينا 4 دقائق قبل الانتهاء، إذن يمكنكم أن تكتبوا الأسئلة في علبة الدردشة chat box أو Q&A سؤال وجواب، وإن لم يكن من أسئلة فسوف نختتم جلستنا الآن. إذن شكرا لانضمامكم إلينا، وشكرا للاستماع إلى هذه الأصوات الرائعة والجميلة من فلسطين المحتلة. لا أرى أسئلة.
إذن مرة جديدة كان شرف لي أن أيسر هذه الجلسة التي نظمتها فامينا وأود، وهي مؤسسات حقوق المرأة في التنمية. شكرا لكل من يؤمن بحق المرأة في العيش في بيئة آمنة والتحرر من هذا الاحتلال الأبوي والعنصري والاحتلال الإسرائيلي. إذن كان هذا اليوم يوم التضامن مع فلسطين، وأيضا المدافعات عن حقوق الإنسان، ولنرفع صوتنا لدعم المرأة ولمواجهة الأنظمة البطريركية وأنظمة الاحتلال. إذن لننهي الاحتلال ونطالب بفلسطين متحررة وحرة. شكرا، شكرا جزيلا.